للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف أبو الهور مدير تحرير الأهرام. بعد التحية لك أستاذ أشرف، إذا استقبال من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والأردن، وكل هذا في إطار طبعا اللجنة الرباعية مجموعة ميونخ بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والمعنية بعملية السلام. كيف رأيت هذا اللقاء وما تمخض عنه؟ يعني بالتأكيد أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين إكسترا نيوز. بالتأكيد استقبال الرئيس السيسي للمجموعة الرباعية مسار ميونخ يؤكد اهتمام مصر بإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط، يؤكد أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هي الهم الأول أو الأولوية الأولى بالنسبة لها في كافة القضايا الخارجية وأيضا الداخلية نظرا لتأثيرها على الوضع في المنطقة بشكل عام، ولأن فلسطين جزء من يعني أولا حدود مصر، ثانيا جزء من الإطار التاريخي لمحاولة يعني توفير يعني إطار للمفاوضات. مصر دائما تعمل من أجل أحياء عملية السلام، من أجل حل سياسي. اليوم قبل استقبال الرئيس السيسي للوزراء الأربعة كان هناك اجتماع لهؤلاء الوزراء استكمال للاجتماع السابق الذي عقد في عمان، كانت هناك محاولة لتنسيق المواقف. قبلها كانت هناك اتصالات بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. اليوم أيضا في الاجتماع تلي على المجتمعين رسالة أرسلها السيد رياض الملكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى السيد سامح شكري لتوضيح الموقف الفلسطيني. الرئيس السيسي يعني يؤكد ويؤكد دائما انه هذه القضية هي يعني محور السلام والاستقرار في المنطقة، اذا لم تحل ستظل حالة عدم الاستقرار وايضا ستؤدي الى انتشار العنف والتطرف. الرئيس السيسي سبق ان اجرى اتصالات بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، واستقبل الرئيس محمود عباس ابو مازن منذ شهر تقريبا. الاتصالات مستمرة بين العواصم سواء ألمانيا فرنسا الأردن بمصر وأيضا بإسرائيل والأردن. هناك محاولة لاستفادة من التغيير الحادث في الولايات المتحدة عندما يصل بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من مقبل، العشرين من الشهر الحالي أو يعني بعد 10 أيام تقريبا. فترة الرئيس ترامب كانت فترة يعني جمود لهذه القضية، انحياز كامل لإسرائيل، وخسر الفلسطينيون كثيرا فيها، خسروا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. الآن آن الأوان أن تتحرك الأمور بشكل أفضل للشعب الفلسطيني وتكون هناك فرصة حقيقية لإحياء عملية السلام. الرئيس الفلسطيني أبلغ الرئيس السيسي والسلطة الفلسطينية برغبتها في العودة إلى مائدة المفاوض مع تخلي إسرائيل عن سياسات الاستيطان والشروط المسبقة، وأن يكون الأساس هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما تعمل مصر عليه بالتنسيق مع الأردن من أجل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام.